يما هي هاي الاسواق اللي اقول لك عليها ما شاء الله مرتبه او حلوه والحلو بي بالاقساط المريحه عامره لهلها الله يسلمك يا هلا 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 ام سعدون هلا استاذ سعدون وبيبي وبيك اكثر ابو نزار شنو الخير شو سويت شو فارغ لا مو تعرف احنا ولت فرحه سوقنا مسواك كامل بس عجبني حاجتين ما موجوده وجبت هاي الدولمة لأن أنا كلش أحبها بس شوف ليها حامضة لو حلوة سعدون هاي مو دولمة هذا مقدوس شنو ما تعرف تقرأ؟ شلون؟ أي بلي ما تعرف تقرأ؟ ليش يجي ليش؟ قام اللي يسوى ما يسوى يترم براسي زلامة شلون؟ هاي ما تيدك عورة ترضين مسعدون؟ أنا ما أسوى؟ إيه ليش هيكي؟ ليش هيكي تكسر بنفسيته؟ أنت ما عندك رحمن ما تخاف من الله مئة ألف أسواق أكو يقول إلا هاي الأسواق أخذ معدها لأن صديقي وخوش ولد وانا ايش قلت؟ سبيت العنب الأسود؟ يوم جرحني بكبريائي بس همزين كنت لابس ردن ومتأثرت عمي يا جرحتك أنا ما أقصد هذا ما أقصد أبويا أنا أحبك وأحترمك سعدون إيه هيكي يقول يما مو قصده إحنا أكلنا وشربنا مو قلت لك يا ابني كمل دراستك حتى تعرف تقرا وتكتب لا تخلي اللي يسوى والميسوى يجي يحكي عليك وبعدين تزعل وتنقهر يوماني ليش بطلت من المدرسه تدري ليش ليش بسبب استاذ علوان شبيه يوميه اجى الفهيم اقعد يا الفهيم اطلع يا الفهيم تعال يا الفهيم وبعد شو اخذت يا الفهيم شنو اقصد يا سعدون شو تحكيك مدعبل مثلك ما مدعبل والله عجبتني يعني تعرف انا احب الاجبان فقلت اشتري مربى وياها بس شوف ليها اكسباير لو مو اكسباير وليش تحكي علي ابوي هاي مو مربى هاي معجون شلون يا مسعدون شنت بدولمه صرت بدولمه ومعجون